عاوز اديلكم يا جماعه في الفيديو ده زي فكره سريعه كده اوفر فيو، احنا هندرس ايه في ماده الاوفثالمولوجي على مدار سنه رابعه كلها ان شاء الله. العين اللي احنا بندرسها دي يا جماعه الاي، كل الموضوعات اللي فيها هتلاقيها تحت عنوانين اتنين كبار كده. لما نيجي نقول عندنا ايه، هنلاقي ان عندنا الجلوب، وهنلاقي حاجة تانية اسمها اوكيولا ادنكس. لو احنا جينا نقول وظيفة العين ايه؟ هنقول طبعا ان وظيفة العين هي الفيجن. طيب الفيجن ده وظيفة ايه؟ وظيفة الجلوب. ايه الجلوب دي؟ كورة العين دي. تمام كده؟ طيب ايه بقى الاوكيولا ادنكس دي؟ دي مجموعة من الاستراكشرز اللي موجودة حوالين الجلوب. صحيح هي ما بتقومش بوظيفة الفيجن، لكن هي ضرورية جدا في انها تساعد الجلوب في انها تقدر تقوم بوظيفة الفيجن بتاعها. طب ايه الاوكيولار ادنكس دي؟ عندنا هنا يا جماعة خمس حاجات. أول حاجة عندنا ايليد. تاني حاجة لاكريما. سيستم. رقم ثلاثة كونجنكتيفا. أربعة اكسترا اوكيولار ماسلز. خمسه الاوربت. الخمس حاجات دول بيساعدوا الجلوب انها تقوم بوظيفتها زي ما احنا نقول ببساطه كده. طبعا كل عنوان من ده هنلاقيه بعد كده شابتر كامل عندنا بقى في الكتاب ندرسه بالتفصيل. هنلاقي مثلا ان الجلوب دي علشان البروتكشن بتاعها محطوطه في تجويف في السكال اللي هو الاوربت. هنلاقي ان الجلوب دي المفروض انها تتحرك، هتتحرك ازاي؟ بالاكسترا اوكيولار ماسلز. هنلاقي ان الجلوب دي معرضه لاي تروما، لاي مشكله من الاكسترنال انفايرمنت، فلازم يبقى فيه اي ليد ابر ولور يقفلوا علشان يعملوا بروتكشن للجلوب. هنلاقي ان الجلوب دي لازم تتغسل باستمرار، لازم تتنظف كونتينيوس باللاكريمال سيستم اللي هنعرف بعد كده ان له فانكشنز كتير غير مجرد كمان ان هو بيغسل الجلوب. وهنلاقي الكونجنتايف الممبرين الفيري سموث اللي بيسهل حركه الليد على الجلوب زي ما كل حاجه من دي بتدرس بالتفصيل في المكان بتاعها. النهارده بقى عايزين نشوف فكره اوفر فيو عن الاناتومي اوف ذا جلوب، لان احنا هنحتاج ده تقريبا في كل الشابترز اللي هتقابلنا بعد كده. الجلوب دي بتتكون من ايه؟ فكره كده سريعه عنها. احنا يا جماعه هناخد دلوقتي سيكشن في الجلوب. لازم تبقى انت متخيل العين كويس جدا، لازم تبقى انت متخيل السيكشن ده اتقطع ازاي، والصوره اللي مرسومه في الكتاب دي يقابلها ايه على الحقيقه بقى في العين. لو ده مريض حقيقي او عين حقيقيه قدامك وانت بتبص عليها، يبقى الرسمه دي تترجم ازاي في العين الحقيقيه. السكشن اللي بيورينا الكلام ده هتلاقي مكتوب دايما في كل الكتب كده ساجيتال سكشن اوف ذا جلوب. بصوا يا جماعه علشان ما نتلخبطش، في ثلاث انواع من السكشنز هم اللي موجودين في الطب كله. اي رسمه في اي كتاب طبي هتلاقيه كاتب تحتها نوع السكشن، ونوع السكشن ده مش هيخرج عن ثلاث حاجات، ساجيتال او كورونا او اكسيل. نتخيل بقى السكشنز دي. يعني ايه ساجيتال سكشن؟ ساجيتال سكشن ده ببساطة يا إما أنا جيت في الميد لاين بالظبط قسمت الجسم نصين، نص يمين ونص شمال قد بعض، يبقى السكشن ده في الميد لاين أو بارلل للميد لاين. يبقى الساجيتال سكشن يا في الميد لاين، يا إما حتى لو جيت يمين الميد لاين أو شماله أحافظ على إني أبقى بارلل للميد لاين. ولو نفتكر كان في سوتشر مهم قوي هنا في السكال اللي هو اسمه ساجيتال سوتشر، اللي هو اسم السكشن ده متاخد عليه. طيب السكشن الثاني اللي هو اسمه كورونا سكشن، لو نفتكر برضو من السوتشرز بتاعت السكال كان في سوتشر مهم هنا كده اسمه كورونا سوتشر، وكانوا بيقولوا لنا زمان في الاناتومي ان كورونا يعني تاج، لان السوتشر ده عامل كده. يبقى الكورونا سكشن لو انا هقطع يبقى السكشن عامل ازاي؟ يبقى انا قطعت كده. يبقى خلي بالك ان في الساجيتال سكشن انا قطعت العين كده، لكن في الكورونا سكشن انا قطعت العين كده. السكشن الثالث، لو انا قلت لك الاكسس بتاع جسمك ايه؟ هتقول لي المحور الاكسس بتاعي الخط اللي واصل من راسك لرجليك. تمام؟ يبقى انا لما اقطع كده ابقى عمودي على الاكسس، يبقى ده اسمه اكسيال سكشن.
يبقى اي سيكشن في الطب حتى في صور الاشعه في السي تي في الام ار اي بتلاقيه كاتب لك تحتها كده نوع السيكشن، ما بيخرجش عن الثلاث انواع، يا ساجيتال سيكشن، كورونال سيكشن، اكزيال سيكشن. احنا دلوقتي هناخد ساجيتال سيكشن في الجلوب عشان نبقى متخيلين مع بعض احنا عملنا ايه. اتفقنا ان الساجيتال سيكشن انا هقطع يا في الميد لاين يا برد للميد لاين. لو انا بعمل السيكشن ده عليا، ادي العين اليمين مثلا عندي، انا هقطع كده. بصوا يا جماعه السيكشن ده بقى الصوره اللي هرسمها دي جايه منين؟ العين اهي. تمام؟ رحت انت جاي قاطعها كده بالسكينه. وباعد النصين دول عن بعض كده، وجاي باصص للنص ده من الجنب كده. المنظر اللي هنشوفه ده هو اللي هنرسمه مع بعض في الجلوب. لما نيجي نرسم مع بعض ساجيتال سيكشن في الجلوب، هنلاقي اول حاجه، ونتعود يا جماعه دايما نذاكر بالرسم، الرسم مهم جدا هيسهل لنا حاجات كتير بقى. اول حاجه الغلاف الخارجي خالص بتاع الجلوب ده بيتكون من الكورنيا، وهنا السكليرا، الجنكشن اللي بين الكورنيا والسكليرا هنا ده اللي بيسموه في الاناتوم الليمبس. الغلاف الخارجي خالص بتاع الجلوب احنا نتوقع كده ان ده يبقى وظيفته ايه؟ اكيد وظيفته البروتكشن، الحاجه اللي موجوده بره خالص هيبقى وظيفتها البروتكشن. وعلشان تقدر تقوم بوظيفه البروتكشن لازم تبقى مصنوعه من حاجه جامده، من حاجه هارد. علشان كده بيتقال اول لاير في الوول بتاع الجلوب هي الاوتر فايبرس بروتكتيف كوت. اول غلاف، اول كوت بره خالص الاوتر كوت، واضح من اسمه ان تركيبه فايبرس تيشو علشان يبقى طف، علشان يقدر يقوم بوظيفه البروتكشن. الاوتر فايبرس بروتكتيف كوت اوف ذا جلوب ده بيتكون من جزء انتيريور بنسميه الكورنيا، والجزء الكبير البوستيريور اللي بنسميه السكليرا. وناخد بالنا ان الجنكشن بين الكورنيا والسكليرا اسمه الليمبس. تمام كده؟ ناخد بالنا يا جماعه من حاجه، العين عباره عن كوره. اي ستراكشر في العين عباره عن دايره كامله 360 درجه. طيب اي دايره لو انت جيت قطعتها في سيكشن، السيكشن يقابلها في ايه؟ يقابلها في نقطتين. بص كده، انت عندك دايره وجيت قطعت سيكشن في الدايره دي، السكينه اللي بتقطع السيكشن هتقابل الدايره دي فين؟ هتقابلها في النقطه دي وهتقابلها في النقطه دي. تمام كده؟ علشان كده لما ظهر في السيكشن هنا الليمبس ظهر النقطه دي والنقطه دي. امال بقى الليمبس ده في الحقيقه ايه؟ لما تبقى انت حضرتك باصص لعين واحد قدامك كده، واحد فاتح عينيه بالطريقه دي، وتلاقي الكورنيا قدامك كده، فين بقى الليمبس؟ الليمبس الدايره دي اللي انا رسمتها، اللي هي بتحدد الفرق ما بين هنا كورنيا وهنا سكليرا. كل دي هي اللي اسمها الليمبس. انت جيت قطعتها في السكشن، فالقطعه هيقابلها لك في نقطتين، فتبقى انت متخيل الرسمه في السكشن عامله ازاي، ولما نحولها للواقع بقى الحقيقي على عين حد قدامك تبقى متخيل هي في الحقيقه عامله ازاي. لان طبعا تخيلك ده بيفرق معاك جدا بقى لما نيجي نتنقل لحاجه ثانيه، نبدا نشرح مثلا في عمليه واقول لك ان احنا بنقطع من هنا، بندخل من هنا، بنقص من هنا، فتبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. تمام كده؟ ده اول كوت، الكوت الخارجي خالص بتاع الجلوب. في فرق بين الكورنيا والسكليرا؟ في فرق هنعرفه، فرق مهم جدا، ان الكورنيا دي ترانسبارنت شفافه بيعدي منها الضوء ويدخل للعين احنا بنشوف منها، لكن السكليرا اوبيك. طيب احنا كده يا جماعه عملنا ايه في الجلوب؟ عملنا البروتكشن. طب الجلوب عايزه ايه تاني؟ الجلوب عايزه نيوتريشن، عايزه تتغذى بقى. تمام؟ فنلاقي الميدل كوت اللي هيبقى وظيفته النيوتريشن، فهنسميه نيوتريتيف كود. والحاجه اللي هتقوم بوظيفه النيوتريشن هتقوم بيها ازاي غير انها تبقى هايلي فاسكولار؟ يبقى ده الكود، ميدل فاسكولار نيوتريتيف كود. لما بنيجي نرسم ونتعود الرسم ببساطه، اللاند مارك بتاعتنا ايه؟ انت بتيجي عند نقطه الليمبس دي وترسم زي مثلث كده، البيز بتاعته صغيره ودايركتد انتيريور، والابكس هي اللي دايركتد بوستيريور بالطريقه دي.
ده المثلث، المثلث ده هو اللي هيبقى اسمه سيلياري بودي. برضو تاني بنأكد على النقطة دي، السيلياري بودي هنا باين حتتين اتنين، بس هو في الحقيقة مش حتة فوق وحتة تحت، لا هو في الحقيقة ايه؟ دايرة كاملة 360 درجة، بس السكشن اللي أنا بعمله قابل الدايرة دي في نقطتين اتنين بس. تمام؟ ده السيريالي بودي. نيجي عند البيز بتاع السيريالي بودي من عند الميدل بارت بتاعها وننزل منه ستراكشر تاني اللي هو هنسميه الايرس. تمام؟ الايبكس بتاع السيريالي بودي، السيريالي بودي بيبدا سك ويرفع يرفع يرفع، الايبكس بتاعه اللي هو اكتر جزء سن بيكمل ويبطن السكليرا داير ما يدور ويعمل الجزء الثالث اللي هو اسمه الكورويد. يبقى الميدل فاسكولار نيوتريتيف كوت اوف ذا جلوب هو الايرس والسيلياري بودي والكورويد. الكتب بتسميه يوفيال تراكت، وممكن يبقى له تقسيمه ان في انتيريور يوفيال تراكت معمول من الايرس والسيلياري بودي، وان في بوستيريور يوفيال تراكت معمول من الكورويد. تمام كده؟ جميل. هل لغايه كده الجلوب قامل بوظيفه الفيجن؟ لا، احنا ما قلناش كده خالص اي حاجه لها علاقه بالفيجن. احنا قلنا ان عندي حاجه بتعمل بروتكشن وعندي حاجه بتعمل نيوتريشن. طب هعمل بروتكشن لايه ونيوتريشن لايه؟ اكيد للحاجه المهمه قوي اللي هي اللي بتقوم بوظيفه الفيجن اللي هي الريتنا. طيب الريتنا بقى لما اجي ارسمها تبدا منين؟ شايفين يا جماعه النقطه دي؟ النقطه دي عند الجنكشن بين السيلياري بودي والكورويد. الريتنا تبدا من هنا وتبطن الكورويد داير ما يدور لحد الناحية التانية. طيب هنا ما فيش ريتنا؟ لا، هنا الريتنا بتتحول لحاجة تانية اسمها بيجمنت ايبيثيليوم اوف ايرس اند سيلياري بودي. الحاجات دي بقى هنعرفها بالتفصيل، بس انا متخيل ان الريتنا موجودة في المكان ده. يبقى احنا يا جماعة ببساطة الفكرة العامة كده، العين دي الغالية بتاعتنا دي اللي بتقوم بوظيفة من اعظم الوظائف اللي خلقها ربنا، وظيفة الفيجن. اللي بيقوم بوظيفة الفيجن هو الريتنا. الريتنا دي لانها حاجه مهمه زي اي حاجه مهمه في الجسم مستخبيه جوه، زي ما ربنا مخبي البرين ومخبي الهارت وعامل حاجات كتير تخدم عليه وتحميه من بره، ربنا عامل كده في الريتنا برضه. فاحنا عندنا كوت للحمايه وعندنا كوت للنيوتريشن علشان تيجي الريتنا بقى اللي جوه خالص تقوم بوظيفه الايه؟ الفيجن. يبقى عندنا الكوت الثالث اسمه الانر نيورو سنسوري كود. وهو اسمه نيورو سنسوري لان الريتنا دي نيرفس تيشو زيها زي الايه؟ اي نيرفس تيشو، زي ما هنعرفها بالتفصيل في المكان بتاعها. تمام كده؟ يبقى انا لما اجي اقول لك الثلاثه دول اسمهم ايه بقى في الاخر كده؟ اسمهم الوول اوف ذا جلوب. الجدار الخارجي بتاع الجلوب مكون من ثلاث طبقات، اوتر وميدل وانر. تمام كده؟ طب نيجي بقى للكافيتي اللي جوه ده. المساحه دي مليانه بايه؟ ايه اللي جواها؟ الكافيتي بتاع الجلوب ده علشان نعرف هو فيه ايه ناقص استراكشر مهمه جدا، اللينس، عدسه العين، الكريستالاين لينس. اللينس مكانها هنا، وعلشان اللينس تفضل متعلقه بالطريقه دي لازم بتبقى متعلقه بليجامنتس اسمها الزونيولز اوف ذم، متعلقه في السيلياري بودي بالطريقه دي. وبرده ارجع واقول لك انت هنا في السكشن شايف الزونيولز بتاعت اللينس شويه كده فوق وشويه تحت، لكن هما في الطبيعه لو انت باصص انتروبوستيريور، لو باصص لواحد لعين واحد قدامك كده هتلاقي اللينس عامله كده والزونيولز طالعه منها 360 درجه وشابكه في ايه بقى هنا؟ شابكه في السيلياري بودي. السيلياري بودي الدايره الكبيره واللمس الدايره الصغيره، والصغيره متعلقه في الكبيره بالزونيولز اللي ماسكاها 360 درجه. اول اللمس ما تتحط في المكان بتاعها في الاناتومي ابقى انا كده فصلت الكافيتي بتاع الجلوب اللي جوه لجزئين ما لهمش علاقه ببعض. جزء قدام اللمس وجزء ورا اللمس. طب دول كوميونيكيتنج مع بعض؟ متصلين مع بعض؟ لا خالص. ده غير ده. طيب الجزء الكبير الكافيتي الكبير اللي ورا اللمس ده ايه اللي موجود فيه؟ موجود فيه ستراكشر اسمه الفيتريس.
الفيتريوس ده نتخيله مع بعض دلوقتي ان هو حاجه زي قالب الجيلي كده، جيلي لايك ماس، كتله موجوده في المكان ده، لا بتزيد ولا بتقل، هي محطوطه ثابته في المكان ده. طب ايه اللي موجود هنا؟ اللي موجود هنا سائل زي الميه بنسميه ايكوس. ايكوس اصلا يعني مائي، ووتري. فالسائل اللي هنا بنسميه الايكوس هيومر، ده الميه اللي موجوده جوه العين. السائل اللي جوه العين ده موجود في كل السبيس اللي بين الكورنيا وبين اللينس. جميل كده؟ كويس خالص. لما نيجي نبص يا جماعه للسبيس اللي بين الكورنيا واللينس اللي هو كله مليان ايكوس هيومر، هنلاقي ان السبيس ده جت الايرس قسمته كده في الوسط. قسمته لايه؟ قسمته لجزء كبير شويه بين الايرس والكورنيا، وجزء ريلاتيفلي سمولر بين الايرس واللينس. تمام كده؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه انتيريور تشامبر، والجزء ده اسمه بوستيريور تشامبر. طيب الانتيريور تشامبر والبوستيريور تشامبر واصلين ببعض؟ اه واصلين ببعض. واصلين ببعض ازاي؟ اصل انا لما رسمت الايرس ما رسمتهاش كامله، رسمت ايه؟ رسمت فتحه اوبننج في الايرس في الحته دي اللي هي الايه؟ اللي هي البيوبل اللي الضوء بيدخل منها لعينينا، الدايره اللي بنشوف منها، الشباك اللي النور بيدخل منه لعينينا. تمام كده؟ البيوبل دي تخلي فيه كوميونيكيشن بين الانتيريور تشامبر والبوستيريور تشامبر. تمام؟ طيب الايكوس ده زيه زي اي فلويد في جسمنا له سيركيوليشن، بيلف، بيبقى سكريتد من ناحيه ويبقى دريند من ناحيه، مفيش اي فلويد في جسمنا واقف زي الميه الراكده كده، لا، اي فلويد في جسمنا ليه سيركيوليشن. طيب جميل قوي، السيركيوليشن بقى بتاعت الايكوس ماشيه ازاي؟ الايكوس بيبقى سكريتد من السيريالي بودي. اول ما يبقى سكريتد ينزل على هنا، ينزل على هنا، ده اللي هو على ايه؟ على البوستيريور تشامبر. تمام؟ بعد كده يدخل عن طريق البيوبل، يدخل على الانتيريور تشامبر، ملا الانتيريور تشامبر كله، هيبقى دريند بقى، هيطلع منين؟ هيطلع من الزاويه دي. الزاويه الانجل اللي ما بين البريفرال بارت اوف ذا كورنيا والبريفرال بارت اوف ذا ايرس، اللي بنسميها الانجل اوف انتيريور تشامبر. ودي مهمه جدا، هنقولها دي بقى بالتفصيل في فيديو تاني. الانجل اوف انتيريور تشامبر دي مش مصمطه، مش مقفوله، لا، فيها خروم بيطلع منها الايكوس لجوه العين. يبقى الانجل دي مهمه في ايه؟ افرض الانجل دي اتسدت، ايه اللي يحصل بالعقل كده؟ اللي يحصل ان الايكوس يتجمع جوه العين، ضغط العين يزيد. تمام؟ افرض ان الانجل دي مثلا ثيوريتيكالي كده اتفتحت زياده عن اللزوم، السائل اللي جوه العين الايكوس هيتسرب لجوه العين، يبقى ضغط العين يقل. يبقى كاننا نقدر نقول ان الايكوس ده والسيركيوليشن بتاعته هي اللي بتتحكم في حاجه مهمه جدا اسمها انترا اوكيولار بريشر. تمام كده يا جماعه؟ ده بالنسبه لنا فكره سريعه، فكره مبسطه كده عن الاناتومي اوف ذا بلو وعن الفسيولوجي. طب باقي ايه في الفسيولوجي؟ انت كل حاجه من دي زي ما اتفقنا ان كل حاجه من دي هتلاقيها اسم شابتر عندك بقى هنذاكره بعد كده بالتفصيل. طب باقي ايه كده؟ العين ايه الوظائف اللي باقيه فيها؟ باقي حاجه مهمه جدا بتعملها العين اسمها الريفراكشن. هتلاقي له شابتر مهم جدا من اهم الشابترز اللي موجوده عندنا. ايه الريفراكشن ده؟ كلمه ريفراكشن بالعربي يعني انكسار. انكسار يعني ايه؟ يعني لما كانوا بيرسموا لنا زمان في الفيزياء كده عدسه ولايت ريز داخله عليها، كانوا بيقولوا لنا ان اللايت ريز بتكسر، العدسه بتكسر اللايت ريز عشان تجمعها كلها في فوكس واحده. تمام؟ لازم العين يبقى فيها وظيفه الريفراكشن دي، لازم العين يبقى فيها عدسه. ليه؟ نفكر كده مع بعض، ايه اللي بيخلينا نقول لازم العين يبقى فيها عدسه؟ او ايه اللي بيخلينا نقول ان العدسه دي مهمه بالنسبه للعين؟ بصوا يا جماعه، لو انا جيت مسكت كاميرا في ايدي، انت ما فتحتش الكاميرا دي من جوه، انت ما تعرفش هي فيها عدسه او ما فيش عدسه. تمام؟ بس انا بقول لك من غير انا ما افتح الكاميرا دي، انا بحلف وبقول والله العظيم لازم الكاميرا دي يبقى فيها عدسه بتجمع اللايت ريز بالطريقه دي. طب ايه اللي خليك واثق وبتحلف بالطريقه دي؟ اللي بيخليني واثق من كده ان الكاميرا الصغيره دي
قدرت بيها ان انا اصور مثلا راجل كامل واقف قدامي، صورته وطلعته لك في صوره قد كده. ازاي كل اللايت ريز اللي جايه من الراجل ده بحاله اتجمعت لك وطلعت لك في الصوره اللي قد كده؟ الا اذا كان الكاميرا دي فيها عدسه بتعمل الشكل ده، بتعمل الوظيفه دي اللي اسمها ريفراكشن، فبتجمع اللايت ريز في مساحه صغيره. طب افرض ثيوريتيكالي كده كانت الكاميرا دي ما فيهاش عدسه، كان يبقى الوضع ايه يعني؟ كان يبقى ببساطه علشان حضرتك تصور صوره راجل لازم تصورها على حاجه بحجم الطبيعي للراجل. عشان اصور صوره وش بني ادم لازم الصوره تبقى بحجم الوش. عشان اصور بني ادم كله قدامي لو الكاميرا بتاعتي ما فيهاش عدسه يبقى لازم الصوره اللي تطلع تبقى بحجم بني ادم كامل. طيب يبقى فهمنا كده ان العدسه مهمه في الكاميرا. طب وعينينا بقى؟ عينينا دي هي الكاميرا اللي بنشوف بيها كل حاجه. عينينا دي انت متخيل ان مساحتها ايه يعني؟ احنا عمالين نقول ان وظيفه الفيجن جايه من الريتنا، طب الريتنا دي في الاخر ايه يعني؟ 2 سم في 2 سم مثلا؟ مثلا. طب انت بتشوف ايه بال 2 سم في 2 سم دول؟ بتشوف بيهم الدنيا كلها. بتشوف بيهم مساحه كبيره خالص. ده جاي منين؟ جاي من وظيفه الريفراكشن. الريفراكشن ده في العين جاي من ايه؟ جاي من حاجتين، جاي من الكورنيا وجاي من اللينز. يبقى اللينس دي واضح ان هي عدسه، طب والكورنيا كمان عدسه؟ الكورنيا عدسه. ولما ندور كمان نتكلم بعد كده في الريفراكشن هنعرف ان الكورنيا كعدسه اقوى كمان من اللينس كعدسه. تمام كده؟ يبقى دي الوظيفه الاخيره اللي بتعملها العين اللي هي وظيفه الريفراكشن. دي فكره سريعه عن الاناتومي اند فيسيولوجي والحاجات والموضوعات اللي هتقابلنا السنه دي.